مبروك علينا كلنا. ولكن الحقيقة نهار لك نادي الزمالك، نهار لك جماهير نادي الزمالك، قدمتوا مباراة جيدة ولكن لم تستطيعوا أن تحرزوا أي أهداف. برافو مصطفى شوبير، بجد برافو. من ماتش الماتش الماتش أنت عرين النادي الأهلي دلوقتي، أنت اللي بتمتص جميع الهجمات اللي موجودة علينا بثبات انفعالي جيد جدا. مبروك يا درش، مبروك يا سلية عودتك، أنا مبسوط بيك جدا انك انت بالعمر ده وفي الوقت ده كله عندك التيمبو والايقاع، انك انت بتبقى موجود عامل لي حاله دايما بحس في اي وقت ان انت تقدر تبقى بلاي ميكر وتقدر تبقى نمره 8 وتقدر تشوط وتقدر تبقى موجود عند ال 18، بل بالعكس النهارده انت كمان مستر كولر حملك ما لا طاقه لك به وخلاك ديفندر كمان في نفس الوقت وستريتش. مبروك قفشه اللي لا غنى عنه كبلاي ميكر للنادي الاهلي في هذا العصر يا مستر كولر. محمد مجدي قفشه ده كواليتي تاني يا مستر كولر. امام عاشور قفشه، حسين الشحات، مروان عطيه، كهربا، رضا سليم، الناس دي جواهر عندك، ما عليك الا انك تحضرهم في كل المباريات اللي جايه وهترتفع رايه النادي الاهلي اكتر ما هترتفع. مبروك جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كان عندها الثقه واللي شفتهم. انا ما كانش عندي الثقه دي وانا بتفرج، لقيت جماهير النادي الاهلي هناك في المدرجات بيشاوروا باثنين، انا كنت من اين لك هذا ايها الجمهور العظيم انك تشاور لي بهدفين؟ منين الاداء تاني تايم؟ نادي الزمالك متحكم في زمام الامور وكل شيء، ولكن ثقه اللاعبين في انفسهم والبحث دايما، وبعد التغيير اللي احنا كنت انا وبلال بنطالب بيه من اول المباراه، مش من الهاف تايم، اللي حصل حصل، ولكن احنا بنستفاد في كل المباريات وربنا دايما بيبقى موجود مع النادي الاهلي وبيحبه وبيحب جماهيره الحقيقه. الف مبروك نادي الاهلي، وعقبال كل بطوله باذن الله، عقبال ما تتوج السنه دي باذن الله بالدوري العام وتتوج بافريقيا باذن الله، والكمال لله وحده. وانا بشكر اللاعبين على الضغوط اللي كانت موجوده، وبشكر المؤسسه كلها اللي صفرت اللعيبه كلها قبلها بيومين بدون انهم تحطوهم في اجواء هناك غير نادي الزمالك مسافر قبلها باربع خمس ايام، خلوا اللعيبه تركز، خلوا اللعيبه لا تنبهر بكل ما شفناه من نهائي عظيم. بنشكرك يا منظم هذه النهائي ومنظم هذه الحفله، وبنتمناها انها تتكرر كلها على طول. واحنا مش سعداء، احنا مبسوطين ان اليوم عدى وهنتفرج على جماهير الزمالك وجماهير الاهلي خارجين دلوقتي اخوات مع بعض. هارد لك، والماتشات اللي جايه كتير والبطولات كتير، واحنا في احتفاليه دايما، والاهلي هو اللي بيفرح ناسه وبيفرح جماهير الكره كلها. الحقيقه انا بتكلم من قلبي، لو كان المباراه خرجت عكس كده برضو كنت هتكلم كده، لان دي مباراه كؤوس، اللي بيحسم الامور فيها الاهداف. انت قدرت تحرز الاهداف وقدرت، ولكن انت عندك كواليتي، عندك نوعيه ناس بتفهم مجريات الملعب، ممكن انت يكون عندك اصابات، عندك اي حاجه بتاثر عليك، ممكن يكون الجهاز الفني عنده ناس زي رضا سليم عنده شد، احنا ما نعرفش، لا عنده شد قبل الماتش مش قادر يدفع بيه، هو كجهاز فني متعايش، هو متعايش في الدنيا، عشان كده بيحط لعيبه. بنتمنى كل اللعيبه انها تبقى انفورم في المواقف اللي حصلت لهم النهارده، والمكسب بيجيب ثقه، والفوز بيجيب فوز، والنجاح بيجيب نجاح. مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف رحمه ونور عليك يا عمرو يا فاروق، وكنا نتمنى لك انك انت كنت تبقى موجود معانا هنا، الله يرحمك ويحسن اليك، وبندعي لك وبنقرا لك على طول القران والفاتحه. واللهم بلغنا رمضان، ودي اكبر هديه من النادي الاهلي لشعبنا اللي هو جماهير النادي الاهلي قبل رمضان الكريم. والى حلقه قادمه. انت ما تتكلمش وانا بتكلم.